أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على شف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله ساتكلم باللغه الانجليزيه فكنت في البدايه كنت اريد ان اتكلم باللغه العربيه فمع الاسف لضيق الوقت وبعض الاشياء كنت اريد ان يعني أقارن بين بعض الأشياء باللغة العربية وباللغة الإنجليزية سم التي سمعناها اليوم فبسرعة بعض النقط إن شاء الله إذا بطريقة مقتضبة باللغة الإنجليزية بعض الكلمات لأن ما سمعناه اليوم هو مثير للاهتمام لقد حضرنا للإصغاء وللتحدث عن ثلاثة مواضيع رئيسية أولها حول الأخلاق وكيف تطرق لها العلماء والأمر الآخر هو بالفن مع الفن و ثالثا مع السياسة أسف لأنه لم يتتح الفرصة للأسئلة لأنه أنا متأكد أنه كانت لدينا أسئلة جيدة جدا وهذا هي محور عملنا لأن تصميم مركزنا هو ما نحن بصدده اليوم الفجوه ما بين القيم التي سمعناها والمبادئ التي كانت لدينا والمقاصد التي بين يدينا وما هو موجود حقيقه على الارض الواقع هذه الفجوه ما بين النقاش في الذي جرى في الصباح حول قيمنا واخلاقياتنا وما يجب ان يتم حقيقه في مجالي الفن والادب وانتم شعرتم به كما انا شعرت به هنالك فجوه حقيقيه هنالك فجاه ما بين الاطار النظري وما علينا القيام به وهذا هو جوهر اهتمامي ومحور عمل مركز دراسات التشريع الاسلامي والاخلاقي ولكنكم تعرفون لا نستطيع بيوم من واحد ان نجد جميع الحلول ولذلك نحن نجتمع مع العلماء خلف أبواب مغلقة مع علماء الواقع وعلماء النصوص سويا ونناقش بعض المسائل بطريقة مركزة وقد عقدنا مؤتمرا مركزا في شهر واحد الماضي حول الأخلاقيات الطبية والأحياء الأحيائية الطبية وقد شعرنا من نقاشاتنا اليوم بأن أمامنا عمل كبير وطويل دعوني أطرح خمسة نقاط سريعة لأن الوقت قد داهم فقط لاوجز ما تم اليوم وما استوعبته وما وسوف اترجمه من وجهه نظري وفلسفه المركز وكما ذكر الدكتور جاسر في هذا الصباح عندما علينا ان نكون حاضرين وباللغه العربيه كلمه الاخلاق قد تحتمل معان عديده كما هي باللغه الانجليزيه او اللغات الاجنبيه نحن لا نتحدث فقط عن سلوكيات نحن نتحدث ايضا انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق هذا الحديث الذي تكرر مرارا وتكرارا هذا اليوم لذلك كونوا حذرين عندما نتحدث عن الاخلاق وعندما الرسول عليه السلام يقول شيئا اساسيا هنا وان المعنى هنا في رسالته عليه الصلاه والسلام هو مكارم الاخلاق وليس وهي جوهر ديننا الحنيف هذه هي المعنى وصميم جوهر الاسلام اذا حقيقه الامر عندما نتحدث عن الاخلاق نحن نتحدث عن الحلال والحرام فقط نحن نتحدث عن صميم وجوهر ديننا الاسلامي وحقيقه هي الغايه والاهداف والوسيله فاذا عندما نتحدث عن هذا هي تعبر عن ما قاله الشاطبي و أيضا الشيخ الدراز الذي ذكر مرارا اليوم في رسالته للدكتوراه ما تحدث عنه حقيقة بأنه وكتابه قوي جدا لأنه يأتي من الداخل المسلمين وهو يستجيب يجيب على الغرب ولا يتحدث إلى الغرب هو يتحدث من عن المسلمين هو أمر يتحدث عن المسلمين من الداخل وحتى مشكلتنا اليوم عندما نتحدث عن الأخلاق نحن نتحدث للغرب لا نتحدث لأنفسنا وليس من نظرة تحليلية كما ينبغي الوضع وفي بعض الأحيان علينا أن نتوقف عما يقوم به الغرب وما لا يقومون به وأن نأتي إلى سؤال اهم هو وما هو ما قد يسهم المسلمين فيه هي ليس فقط إجابة لما يقوم به الغرب وعندما عقدنا أول ندوة وعندما كنا نعمل في موضوع محدد في الأخلاقيات الأحيائية كان من الواضح لأنه, لأنه لدينا أديان الناس من أديان مختلفة كنا نتحدث لهم كمسلمين ولكن الواقع هذه لمسة كانت النقطة وليس نقطة المركز نقطة وجهة نظر المركز هو ليس مركز بحثيا إسلاميا مبني مست... على التشريع للتحدث للغرب ولكن لإصلاح الفكر الإسلامي لإصلاح طريقة فهمنا لإصلاح طريقة تعاملنا مع ما كرره الشيخ بن بيا عندما كان معنا عندما قال أن أننا علينا أن نحقق المناط كيف نقوم بتحقيق هذا بالأمر وتنزيله على الواقع والدكتور القرضاغي أيضا كرر هذا وقال بأنه لدينا يجب أن يكون لدينا رؤية هنالك أيضا أمر مهم وقد سمعناه مرارا وتكرارا عندما تحدثنا بالأخلاقيات في الفن وما قيل والدكتور تليم عندما أحد ذكر الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنني اعارضه واعتقد بان هنالك ما يمكن ان نسميه بالاخلاق الانسانيه اود ان اقول وهذا ما قصده شيخ ابن عاشور عندما تحدث عن الفطره نعم هنالك امر نستطيع ان نتحدث نتعامل معه وهنالك امر عندما ياتي الموضوع للفن لا تحاولوا ان تضعوا الاسلام في كل مكان ولكن اعرفوا ان الاخلاق هي في كل مكان الاخلاق تعني انه اينما نجد الاخلاق نجد الاسلام ولكن لا تاتوا باطار الحلال والحرام ونقول اذا في بعض الاحيان الاصل في الاشياء الاباحه ويسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات والطيبات هي الامر الاساسي الاصال الاساس في كل شيء هو الاصل والاباحه وهذا امر علينا ان ان يكون في 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 عندما في ذهاني عندما يعني الموضوع الاسلام هو انساني بطبيعته كل ما في الاسلام هو انساني اذا انتم تعرفون العمل الذي ينتظرنا انتم تعرفون ان علينا ان نعمل بجد لنعزز هذا الفهم اذا علينا أن نعمل بطريقة بناءة وتنطلق من طبيعة علاقتنا مع الإنسان بفهمنا للتوحيد والأصول في الأشياء إذا هذا ما أردت أن أقوله عندما نتطرق إلى طريقة تعاملنا مع الأخلاق والإسلام والأخلاق والنقطة الثالثة التي أن أذكرها حتى نصل النهاية هي حول المنهجية نحن نعرف وأريد أن أخبركم شيء عندما نتحدث عن أن يكون لدينا ورش العمل مع علماء نجمع بين علماء الواقع وعلماء النص كنا نرى نفكر هل ستنجح هذه الأمور وأول مرة عقدناها نجح الأمر وهذا سينجح عندما نبدأ بسؤال نظري لأمر عالمي عملي وأن نحث العلماء وعلينا ان نحضر علماء من الغرب لاننا قد نعتقد بان هنالك خلاف بيننا مع الغرب ونعتقد ان العلماء يستندون على العلم واننا بعيدون عن العلم وهذا غير صحيح اطلاقا <applause> عندما يقولون لكم بأن الطريقه التي نتعامل معها مع مع الاعضاء تبدا من علماء ونحن قلنا نحن نبدو مع فتوى ونرى اين وصلنا، هذا خطأ تماما، علينا ان نكون واعين بأن الطريقه التي علينا التعامل بها مع العلوم هي بحد ذاتها معضله، لان هذا التفكيك هو يضيع الطريق علينا والشيخ الرئيسوني في مرحلة ما في نقاشات في يناير أوقف النقاش وقال لدي سؤال ما هو الطب ما هو الطب في نهاية اليوم علينا أن نكون حذرين لأننا إذا استمرنا بالدفع باتجاه شيء يفصل المعارف ويصنف العلوم نصل إلى فتوى تضيع الطريق الفتوى بأمور محددة قد ينتهي بها بامر يتعامل مع اضاعه للمنهج العام والشامل، اذا نحن نتحدى العلماء ونتحدى علماء النص ايضا، وهذا امر علينا القيام به. هذا ما ما فهمناه حقيقه، ولذلك النقطه ان ما يقوم به المركز وانا ودكتور جاسر وفريق العمل هو ليس ان نقوم بتحليل والتحريم لكل شيء. أن الموضوع يتعلق بطرح السؤال وحتى نتمكن من أن نقول شيئا الآن أصبح من الضروري وقد سمعنا من الممارسين من الفنانين أنهم قالوا أكونوا حاذرين إذا الآن لم تخرجوا بشيء إيجابي وبناء ومنهج إيجابي يأتي من عقول إسلامية بالطريقة التي تعمل بها مع الفن وأن لا تعيق الناس من أن يكونوا مبدعين لا تعوق الناس من الإنتاج لا توقف الناس من أن يكون على صلة مع الآخرين لا تعقف عائق ولا تضع الحلال و... والحرام وتعيق كل شيء وإلا سوف ننتهي بمعضلة ومن ثم ما سمعناه هذا الصباح عن الفساد وأنا آسف لأقول بأن أول تحدي على المسلمين في الدول ذات الأغلبية الإسلامية هي الفساد الآن نستطيع أن نجلس ونقول أن الفساد يأتي من الملوك ومن الرؤساء وهذه حقيقة واقع حياة والفساد موجود في كل مكان لذا لذلك دعونا ناتي الى التطبيق الحقيقي للاخلاق بالطريقة التي نتحدث معها مع انفسنا والفن مهم جدا والان ناتي الى السياسة والان بما سمعناه حول عن غاندي قد نعارض موضوع التصنيف ولكنه قال امرا مهما انه في نهاية المطاف مسلمين او غير مسلمين اذا لم نفهم السياسات لقد قال بأن غاندي قد ذكر من البدايه ما هي غايه السياسه وهي المقاصد هي مقاصد السياسه وهذا امر علينا ان نقوم بمناقشته ونصل الى اجوبه عمليه نحن بحاجه لها اذا نحن في المستقبل بمشيئه الله سوف تعقد مثل هذه الاجتماعات من اجل انفتاح من اجل ان تطرح الاسئله وانا اخبركم ان بعد هذا المؤتمر هنالك الكثير من الاسئله وقد اخبرني اخونا يوسف اسلام اليوم ان كان الله في عونك لانه رأى هذه الفجوه ما بين الامور النظريه والامور العمليه ولذلك بمشيئه الله سوف نتابع هذا العمل، اود في الختام ان اقول بعض الكلمات لاننا في غالب الامور نشكر كل الناس الذين يساعدون بالاعلى ولكنني اود ان اشكر جميع الجنود المجهولين والاشخاص الذين خلف الكواليس يقونا في العمل في البدايه جميع الفريق لدينا الدكتور جاسر بالتاكيد ومواهب وفاطمه الزهراء وشوقي وبديع وزينب ويمنى وعاصم كل هؤلاء الذين اعضاء في فريقنا والذين يعملون بجهد كبير خلال الايام الماضيه واسابيع واشهر نشكرهم كما اود ان اشكر لجنتنا التوجيه وهي غير موجوده باستثناء احد الاعضاء ولكنهم موجودين معنا عبر البث المباشر على الانترنت واود ان اشكرهم على اهم مهمتهم اود ان اشكر مروه وعيد وكيو ام دي اي الذين ساعدونا على القيام بالعمل وجميع الذين خلف الكواليس جنود المجهولين لانه في نهايه المطاف سوف تكون هذه في ميزانات حسناتهم ولم نكن نقوم بالعمل دون جهودهم ولحتى نكون اخلاقيين يجب ان نبدا بشكر هؤلاء المجهولين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته